صباح الخير يا سيادة اللواء. كالعادة دايما تيجي بدري. قادر انضباط ولا بلاش؟ الحقيقة أنا طول عمري متعود أصحى بدري. في الحقيقة راجل عسكري ومنضبط. من ساعة ما سعادتك شرفتنا في وظيفة مدير أمن النادي والأمن هنا مستقر تماما، مفيش ولا خناقة واحدة، أنا مندهش. أنت عملت إيه بالظبط؟ أبدا، عملية إعادة توزيع للمسؤولين عن الأمن وتطبيق مبدأ المساواة قدام القواعد والقانون. نتيجة مدهشة، يا ريت كل الناس تعمل زي سعادتك كده. شكرا. أنا فعلا سعيد بوجودك معانا، عن إذن سعادتك. اتفضل. مش قادر يا شكري، مش مستحمل، هتخنق. عجيبة، ده مدير النادي بيقول فيك قصاية شعر ومعجب قوي بأدائك. أداء إيه بس؟ ده لعب عيال. أنا بدل ما كنت قاعد في البيت دلوقتي قاعد في النادي، شمس وهوا وأكلة ومرعى وقلة صنعة. يا راجل، ده أنت مدير أمن نادي معتبر، نادي كبير، وأي حد يتمنى الوظيفة دي. لا، ما هياش أمنية يا شكري، ده كابوس. الحقيقة يا ست اللواء أنت حيرتني معاك، ما بقتش عارف أنت عايز إيه بالظبط وإيه اللي ريحك. الجيش يا شكري، الجيش. مفيش حاجة ممكن تناسبنا غير الجيش. مش قادر اتخيل انهم بيبنوه من اول وجديد وانا واقف اتفرج، مش قادر اعمل حاجه. النصيب بقى يا سياده اللواء. لا، مش نصيب، دي هزيمه. عصام، اوعى تنسى تبلغ عائله عمرو بميعاد خطوبتي، وكمان عائله مها، دول اهلي وناسي ولازم يكونوا موجودين. يا سيدي ما تقلقش، هقول لهم والله. بس انت لسه ما قلتليش هتعملوا الخطوبه فين، في اسكندريه؟ لا، مش هنعملها في اسكندريه ونشحطت الناس ورانا، هنعملها في مصر، خصوصا كمان ان عماتها وعمامها ساكنين في مصر. طب والله كويس، ده اريح لينا كلنا. وحجزت فين؟ في بيتنا طبعا. في بيتكم؟ طب تيجي ازاي دي؟ والله مش عارف اقول لك ايه يا عصام، بس الراجل حماه ده راجل طلع جدع جدا ومخه كبير، وافق على خطوبتنا قبل ما نتخرج بكذا شهر، وافق كمان انها تتعمل في بيتنا، خصوصا لما الحاج قال له ان البيت واسع ويسع من الحبايب 1000. والله اللي انا اعرفه ان الخطوبه تبقى في بيت العروسه. يا عصام ده كلام قديم، احنا في سنه 69 مش 49. يا اخويا ربنا يهني سعيد بسعيده، ما دام انت راضي وابوها راضي محدش له حاجه عندكم. بس المهم كلكم تيجوا. لا تعيد ولا تقول، انا مش هسمح لك تهاجر اسرائيل دي ابدا. ولا ايه يا يورجو؟ هو حر. يعني ايه هو حر؟ وانت مش صاحبه يا اخي؟ ما هو لاني صاحبه لازم انصحه يعمل اللي هو بده اياه، مو اللي انا بدي اياه. في حاجه فيكم انا مش فاهماها النهارده، في ايه؟ تقريبا. لا ما في شيء. بقول لكم ايه؟ ولا ايه ولا ليه؟ انا صدوق جايب لي شغلانه في حيفا، هروح استلمها اول الشهر. انا مش هسمح لك تهاجر اسرائيل دي ابدا. تسمحي له ولا ما تسمحي له؟ هذا الموضوع ما بيخصك من الاساس. هو حر، بيهاجر ما بيهاجر، هي حياته مو حياتك انت. يورجو مالك؟ ما في شيء، خليكم انتوا باللي انتوا فيه، انا ماشي. ماشي؟ ايه ماشي، وباخذوا تاكسي تاني تروحوا فيه. يورجو استنى، يورجو. ماله يورجو؟ انا اول مره اشوفه بالحاله دي. بيحب. بيحب؟ بيحب مين؟ اخيرا يا ابو عادل دخلت القفص برجليك. والله احلى قفص يا ابو عصام. ابو عادل وابو عصام، عقبال لما تبقوا ابهات بحقيقي. الله، واشمعنى بقى هم يا ست ماما؟ احنا كمان عايزين نبقى امهات. امال هم يبقوا ابهات ازاي يا بنت؟ عليك يا بنتي، كلهم بيتجوزوا وانت اللي قاعده زي البيت الوقف. سميحه. ايه؟ ربنا يسعدكم ويهنيكم يا حبايبي. هم وعمري وخالد ان شاء الله. ان شاء الله. باذن الله يا عم. باذن الله. واضح ان انتوا بتحبوا بعض قوي كلكم. فوق ما تتخيلي، ده احنا كلنا زي الاخوات والله. ما عدا انا وعزه طبعا. واضح واضح. طيب نقوم عشان البوفيه والملفيه والحاجات يا جماعه. يلا. يلا اتفضلوا انتوا الاول. يلا يلا اتفضل. يلا بينا مع بعض كلنا. الله، انتوا تعرفوا موسى؟ موسى مين؟ يا خلام الشبع 40، ده عمرو زمنها، اخو عزه وخطيب مه.
مش ممكن، ده موسى ويهودي وقابلنا بابا على المركب وفقتينا كمان، وكان عنده هناك مشكلة وشهدنا معاه في مركز الشرطة. أكيد يخلق مش شبه 40 زي ما بيقول عادة. وبعدين يعني هو احنا هنتوه عن عمرو؟ ربنا يرجعهولنا بالسلامة. برضه مش قادرة أصدق. تصوروا بقى، واحد يهودي يبقى شبه عمرو أخويا، بقى دي معقولة؟ وبعدين مش ممكن حد في الدنيا يبقى شبه عمرو. أيوة يا عم. طبعا من هشام العريس. غريبة، في اتنين يشبهوا بعض للدرجة دي؟ دول مش اتنين، دول 40. اتفضلوا يا جماعة البوفيه. البوفيه البوفيه. حضرتك ما ندمتش على دخول الجيش بعد اللي حصل؟ اطلاق. يعني لو الزمن رجع لورا هعمل نفس اللي عملته وادخل الجيش وحارب كل من يمس رمله من ارض مصر. يعني لو مصر احتاجت لك هفديها بروحي ودمي. كسر في رجله اليمين بسيط مش مضاعف، جت سليمه الى حد ما. بكره الصبح ان شاء الله انا هقدم طلب لاداره البعثات وهتابعه بنفسي كويس. كتر خيره فؤاد بيه يا بابا، هو اللي خلصها لي بسرعه. انا تقريبا اول واحد في دفعتي تجيله بعثه. مسامين يخلى مش شبه 40. غريبه، في اتنين يشبهوا بعض للدرجات دي؟ هي البعثه دي قد ايه؟ مش اقل من سنه. ما عندناش سيادتك اي طالب دراسات عليا بالاسم ده. ده موسى ويهودي وقابلنا انا وبابا على المركب وفقتينا كمان. انا بعمل كل ده علشانك، لاني ايه يا ايزاك؟ لاني بحبك. بحبك هايدي. وانتي؟ مش عارفه يا ايزاك، مش عارفه. مش عارفه حقيقي، مش عارفه. يعني انا ببقى مستريحه قوي وانا قاعده معاك، بس مش بالضروره ده يكون حب. امال يكون ايه؟ صداقه يا ايزاك، صداقه بين اتنين ارتاحوا فهموا بعض. بس يا هايدي على الأقل في المرحلة دي. مش فاهم. يعني خلينا في مرحلة الصداقة وبعدين من عارف بكرة هيحصل إيه. يعني ما فقدش الأمل؟ ما تفقدوش. طب يلا بقى عشان ورايا حاجات كتير أعملها. يلا بينا. هقول الكلام اللي بتقول عليه ده يا حنين؟ مفيش تفسير تاني يا جنرال. إيزاك كان مسؤول عن أمنك الشخصي في الوقت اللي قدرت هايدي تهرب مقالتها، وبحكم موقعه الحساس قدر يحصل على مستندات جيفيرت فيرد ويصورها. ده بالإضافة لإيه؟ قصة الحب اللي بينه وبين مادموزيل هايدي. قصة حب؟ ده مش استنتاج، دي حقيقة. ابني فين يا فؤاد؟ عمرو في بعثة في روسيا يا سيادة اللواء. ابني فين يا فؤاد؟ وفي يا سيادة اللواء، في حاجة كده ولا كده بلغتكم عن عمرو لا سمح الله؟ ابني مش في بعثة ولا راح روسيا خالص. أمال فين يا فندم؟ ده اللي أنا جاي علشان أعرفه. طب اهدى سعادتك، اهدى كده وارتاح وأنا هشرح لسعادتك كل حاجة. الحقيقة يا فؤاد. الحقيقة يا فندم. اتفضل ارتاح. سيادة اللواء، ليه كان نفسك ان عمرو يدخل الكلية الحربية؟ عشان يخدم الوطن اللي رباه وعلمه. يعني الهدف انه يخدم وطنه؟ بالتأكيد طبعا. طب ايه رأي سعادتك ان عمرو بيخدم وطنه دلوقتي فعلا؟ بيخدم وطنه؟ بيقدم له اعظم خدمة ممكن يقدمها مواطن لبلده. Thank you.
فين بالظبط؟ مش مهم فين يا سيادة اللواء، مش مهم كمان هو بيعمل ايه. عمرو آمن باللي سعادتك قعدت طول عمرك تعلمونها. أنا؟ مصر يا سيادة اللواء، مصر اللي يهون عشانها كل شيء، مصر اللي آمنت بيها وآمنا بيها وآمن بيها عمرو. ما ترددش لحظة انه يلبي نداها لما احتاجت له. مصر يا ست الله. الله طلبة، انت جيت؟ طب ما قلتش ليه؟ ده انا قلقان عليك من الصبح، ايه اللي خرجك بدري كده؟ لا ابدا، انا رحت اقابل فؤاد. بعدين كده؟ ايوه، كنت عاوز اطمن على عمرو. وطمنت؟ طمنت. طمنت يا كريم. اخبار لعبتنا ايه؟ لعبتي ايه؟ انت لسه فاكر؟ ده انا قلت بقى انت لعبت بقلب البنت مها دي ومين، وهتروح هاجم عليك نايم وعلى قلبك حجر يجي شهر بحاله. اصلك خايب يا حبيبي، هو ده التكتيك السليم. انما لو نطيت لها بعد يومين هتقول عيل وبيلعب بيا. انما بقى لو غبت شهر وقابلتها صدفه. صدفه يعني كانها صدفه، مش بعيد تتاثر وتقع كمان. اشك ليه بقى يا بورم؟ اللي عرفته من اختي ان مها دي غرقانه في حب خطيبها عمرو، وهتستنى العمر كله. مفيش واحدة بتستنى واحد العمر كله، ده كلام أفلامه بس. والله بيقولوا مش مسألة حبه بس. يعني إيه؟ يعني اللي بيقولوه، قصدي إن اللي بينهم كان أكبر من الحب. متصدقش. متصدقش؟ ده إيه الثقة دي؟ أولا أنا مش واثق فيها، أنا واثق في نفسي. أنا عرفت بنات بعدد شعر راسي، وأفهمهم وأقلبهم من كلمتين وبس. ومها مش من الصنف ده. مش لازم يكون اللي حصل ده بسوء نية، يمكن مع الحب والارتباط. قلت لك ما تصدقش. عجيب، انا اول مره اشوفك بتدافع عن واحده كده. انا مش بدافع، انا واثق من اللي انا بقوله. بس واضح ان الناس مش واثقه منه زيك، ده اللي بيقولوه. ما عندهمش نظر، بس ما يمنعش. يعني يعني لو واحده سمعتها بالشكل ده واهلها حاولوا يقفوا قلسات الناس، هيعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يجوزوها. خطيبها؟ خطيبها ايه كده؟ يبقوا باكدوا التهمه عليها. امال هيجوزوها لمين؟ لواحد تاني مثلا زي حالاتي. طب انت تقبل تتجوز واحده بتقال عليها كده؟ اقبل ونص كمان، بس هي توافق. وقلت له يا فؤاد؟ مش بالظبط. يعني ايه مش بالظبط؟ يعني هو عارف ان عمرو بيتعاون معانا، لكن فين وازاي ما يعرفش. طب ما حاولش يعرف؟ العجيبه يا اخي انه ما حاولش. معقول يا فؤاد؟ كان السؤال على لسانه بس ما سالوش. اكيد عارف انه مش هياخد اجابه صحيحه. ايوه بس دي حاجه عجيبه للدرجه دي. امال انت فاكر عمرو طالع لمين؟ الولد لابوه والاتنين رجاله. رجاله بحق وحقيق. وحشتني. وانت كمان. بس الظاهر ماليش مستقبل غير في اسرائيل. انت ازاي تصدق كلام صدوق المجنون ده؟ ثم انا زعلانه منك، ازاي عايز تسيبني كده ببساطه؟ طب اصالحك ازاي؟ اقول لك انا تصلحني ازاي؟ انت لسه شقيه؟ انت لسه مش حاسس بيا؟ ما تقوليش كده يا لينا. امال ايه يا موسى؟ ما تقوليش حاجه اصلا، خلينا النهارده نستمتع بالجمال ده، وبكره براحتنا نقعد نفكر ونقول احنا عايزين نقوله. ماشي؟ ماشي. يلا. مفيش يا كريمة، كنت سرحان شوية. سرحان شوية؟ ده انت سرحان كتير قوي. مش النهاردة وبس، ده انت بقالك كده فترة كبيرة لا بتاكل كويس ولا بتنام كويس ولا بتروح الشغل. شغل؟
هو ده شغل؟ ده مش شغل، ده تضييع وقت على الفاضي. انا حسيب الشغلانه دي. تسيبها؟ ايوه حسيبها. انا منفعش في اي شغلانه تانية غير العسكريه. براحتك يا طلبه، انت راجل البيت وتعمل اللي انت شايفه لمصلحتنا. معلش يا كريمه سامحيني، انا اعصابي مشدوده شويه. ما انت بس لو تقولي اعصابك مشدوده من ايه؟ هموم الدنيا كتيره. عمرو وحشك قوي. وحشني قوي يا كريمه. يا رب العزه والقدره، ربنا يحميك ويرجعهن بالسلامه يا رب يا رب. مالك في ايه؟ اصل اتخانقت في الكليه. اتخانقتي؟ اتخانقتي مع مين وليه؟ مع شويه بنات قلات الادب. وليه بس يا بنتي بتتخانقي؟ عارفين كانوا بيقولوا ايه على عمرو ومها؟ ده كلام فارغ وافترا وقله ادب. ازاي يقولوا كلام زي ده على بنتي؟ ده اللي انا عامله حسابه، لكن الناس شايفين واحده قاعده وحاطه ايدها على خدها وخطيبها سافر وقال عدولي، لازم مخهم يروح لبعيد. لا مش لازم، حتى كلها عارفة ان عمرو راح بعثة. شله يا بعثة. بقولك ايه، الخطوبة دي جابت لنا العار. كفاية بقى يا ماما، حرام عليكي يا اختي، حرمت عليهم عشيتهم. حضر مستنية لامتى؟ لحد ما اللي يسوى واللي ما يسواش يخوض في سيرتك. ارجوكي بقى خلاص. ايوه خلاص، كفاية كده، ما عادش يجي منه. انا مش عايزة الجوازة دي. انت بتقولي ايه يا سميح؟ الله، الولد كان صريح وقال هيغيب سنة، دلوقتي فات 10 أشهر، يعني فاضل له 2 شهر، وكل اللي عنده كلمة بقى يلمها. يا سلام، هستناه كمان 2 شهر؟ أنا هستناه العمر كله، ولا يوم واحد، وهجوزك سيد سيده. وأنا بقى مش هتجوز حد غير عمر، وأنا مش هستنى لما تبقي مسخرة الحتة. سيب البنت براحتها. أنت السبب، انت اللي عودتها وشجعتها على العد ده، انت اللي اديت للمحروس كلمه قبل ما يكمل بعثته ويبقى راجل مال وهدومه. عمرو راجل وستين راجل. اهو ده الكلام اللي انت حطيته في مخها، كله منك انت. ايوه ما انا عارف، هتسيب العالم كله وانا اللي هطلع غلطان. انت كمان بتحب ايلينا؟ ما يعرفان شو اعمل يا ايكي، ايلينا مو حاسه فيني ابدا، ما عادت شايفه من الدنيا كلها الا موسى. تصور اني قالت لي امبارح انه لو اصر يسافر على اسرائيل حتسافر معه. للدرجه دي؟ شو اعمل ايكي؟ شو ساوي؟ ما فيش غير حل واحد. لا تقول لي نعمل عمله سودا مثل كنت حتروح بداهيه بسببها. داهيه ايه؟ ميخالي البوليس مش قادر يثبت عليه حاجه خالص، طلع من الموضوع نضيف تمام. هيك بتظن؟ قصدك ايه؟ قصدي انه السوق كله بيعرف انه البوليس بيعمل تحرياته عنك من ايام الحادثه. عني أنا؟ بيراقبوك وبيفتحوا ملفاتك القديمة كلها. كل دي بسبب الولد اللي اسمه موسى دي؟ لا، بسبب تهورك أنت. أهم حاجة إن البوليس بيراقبني أنا، مش بيراقبك أنت. يعني شو؟ يعني تسمع اللي هقولك عليه وتنفذه بالظبط. موسى! يا موسى! يا أرجع! ايه الصدفة الحلوة دي؟ لا صدفة ولا شيء، أنا جاي خصيصا مشان أقابلك. خصيصا ليه؟ بدي أحكي معك بموضوع بخصوص إلينا. إلينا. خير؟ هون؟ اطلع. لا لا، اطلع ورا، هذا الباب عطلان. دي شنطة مين دي؟ هي شنطة زبون، نسيها ورايح سلمها للشرطة، حطها وقعد. خليها هنا؟ لا لا، خليها عندك. خلاص بجد يا عصام هتتنقل مصر؟ أخيراً. خلاص يا عزة هتنقل. وهجري جري على عمي، وأتفق معاه على كتب الكتاب والدخلة وكل حاجة. الله، وأنت مستعجل على إيه؟ يا سلام، بذمتك؟
بعدين بقى هو عادل وسنايا ما جوش ليه؟ ما تتوهش الموضوع، عادل وسنايا يجوا وقت ما يجوا. المهم بقى قولي لي، مبسوطه خلاص انك هتبقي حرم الاستاذ عصام؟ ايوه بس بابا مش هيوافق. اشمعنى؟ عشان انا لسه ما خلصتش الجامعه وهو مش هيوافق اتجوز غير ما يبقى معايا شهاده. طب وعشان خاطري برضه مش هيوافق. طيب ولو قلت له اني بحب بنته وما اقدرش على بعدها ولو ثانيه واحده وما ينفعش يعدي عليا يوم خلاص خلاص خلاص. عادل وثانيه جم اهم. السلام عليكم. عليكم السلام. مصر نورت. ميرسي دبلور. وقعدت في مصر قد ايه؟ يعني هنقعد خميس وجمعه ومسافر السبت عشان بابا عنده شغل. بابا يا جدع ما تصدقهاش دي جايه على مال وشها عشان مش قادره تعيش من غيري. يا سلام. وحيد عبد السلام تنكري انك انت دايبه في دباديبي؟ يعني ما انكرش. ايوه كده. انيالك يا عم. انيالي ايه؟ ده انا اخر واحد في الليسته. بعديك طبعا وبعد عمرو. وكل ده عشان مش عارف تصارح الينا بحبك؟ ولا يهمك يا سيدي. ولا يهمني كيف؟ انت مالك متصور هذا الموضوع قديش مخرب حياتي؟ لا متصور. عشان كده يا يورجو انا صرحتها. صرحتها؟ صرحتها بشو؟ صرحتها بحبك يا يورجو. موسى هات الشنطة اللي عندك ورا. هاتها بسرعة. الشنطة دي بيها يا يورجو. هاتها يا موسى. What? I know nothing about the bed. It wasn't his car. It's true. He know nothing about the bed. Nobody asked you. But I... You're with him in this theft, according to Mr. Ikey's report. What? Ikey accused me of theft? He accused the two of you of conspiring to steal his jewels case, which has his name on it. In this report, I have the details of every jewel. الكلب الحقير سرقت شو اللي انا مشترك فيها. ما هو اللي رتب العمليه هي كلها معي مشان يزيحك من طريقه. خلاص يا يورجو خلاص خلاص. ايك عملها ولعب بيك عشان يضرب عصفورين بحجر وزيحنا لو انت من سكته. عملها النادي اللي عملها لعبها بمنتهى القذاره ملهاش حل. طبعا ليها حل. هو حل بسيط جدا. ومادام ليها حل وهو بسيط سايبهم ليه في الورطه اللي هم فيها؟ عشان يتربوا ويعرفوا ان اللي يلعب مع ايكي عمره ما يكسب. ايكي بس هو اللي بيكسب في الاخر. انت احقر انسان شفته في حياتي. حقير يمكن لكن بكسب كل المعارك بتاعي. ايه هو اللي هتكسبه من معركة زي دي؟ انتي. انا؟ ده انا عندي اموت ولا تلمسي شعره مني بعد النهاردة. موتي بس على بال ما تموتي يكون هم عارفينه في السجن. لا انتي تولتي هو ولا هو تالك. ايكي ايه التمن؟ انتي. اوكي لو ده التمن اللي انت طالبه انا هو تحت امرك. تفضل. للدرجة دي؟ قلتلك انا تحت امرك. وده عشان خاطر مين فيهم؟ مش شغلك بقى كده. انت هتتكلم طول الليل ولا هتنفذ اللي اتفقنا عليه وتخلصني؟ هنفذ اتفاقنا بس المره دي بالشروط بتاعي انا مش زي ما انت فاكره يا لينا. الو مين؟ ايزاك؟ في ايه يا ايزاك بتكلم متاخر قوي كده ليه؟ هايدي انا عايز اقابلك دلوقتي حالا. دلوقتي؟ انت عارف الساعه كام؟ مفيش وقت يا هايدي لازم نتقابل دلوقتي حالا في نفس المكان اللي كان المفروض نتقابل فيه بعد بكره. قصدك في؟ ما تكمليش يا هايدي تليفونك مش مضمون. في ايه يا ايزاك؟ المهم تقابليني دلوقتي حالا حالا يا هايدي. خير يا ايزاك؟ مالك قلقتني عليك. هايدي اسمعني كويس الموقف متوتر جدا واضح ان الجنرال بيدبر لي حاجه مش قادر افهمها. يعني ايه؟ مفيش وقت للتفسير يا هايدي. انا بيتهيالي ان الجنرال كشف مساعدتي ليكي وقرر ينتقم مني. ينتقم منك انت؟ قلت لك اسمعيني كويس مفيش وقت. احتمال اكون غلطان في كل توقعاتي احتمال. انما لو توقعاتي طلعت سليمه يبقى اكيد هيحاولوا يتخلصوا مني. انا كنت عامل حسابي اليوم زي ده علشان كده اخدت كل احتياطاتي علشان ادفعهم الثمن غالي قوي يا هايدي. الحقيقه يا هايدي انا عملت كل ده علشانك
علشان احميك انت منهم لو اتطورت الامور وحد فيهم فكر يلمس شعره واحده منك. اهرب يا ايزاك اهرب، اوعى تخليهم يحطوا ايدهم عليك. مفيش فايده من الهروب هايدي، مفيش فايده. انا لو هربت ابقى بديهم فرصه ان هم يتهموني بالخيانه ويطلقوا كل كرابهم ورايا. لازم اواجه الموقف هايدي، لازم. بص يا ايزاك، انت لو جرى لك حاجه انا مش هسامح نفسي ابدا. بقول لك احتمال يكون كل ده مجرد وهم يا هايدي، انما لو حقيقه وجرى لي حاجه لازم تعرفي انت هتعملي ايه كويس. علشان كده لازم تسمعيني وتفتحي مخك وودانك. اسمعيني كويس يا هايدي. ما انا لازم اعرف ازاي يا خالد. مش وقته بقى يا تربة، سيب الواد يفرح بشبكه عروسته. ايوه دي غاليه قوي، يعني مش اقل من 120 جنيه. 120 جنيه ايه؟ دي ب 150 جنيه. ياه. بس تستاهل. ومش عايزين نسال جابها منين وازاي؟ استلفت ثمنها. استلفت؟ يا دي رعيبه. استلفت 150 جنيه بحالهم؟ هو انا شويه. ومين بقى ان شاء الله اللي سلفك مبلغ زي ده؟ واحد صاحبي. أنا صاحبك؟ عنتر. عنتر؟ عنتر مين؟ بتاع العربيه المسروقه؟ ايوه. وده يسلفك مبلغ زي ده ليه؟ وهتسدده ازاي؟ وجاب المبلغ ده منين؟ بعدين بقى دي حاجه بيني وبينه بقى. يعني ايه حاجه بينك وبينه؟ انت خلاص ما حدش عارف يكلمك ولا يحكمك. ويحكمني ليه؟ انا خلاص خلصت ثانويه عامه وبمجموع كبير وكلها شهر واحد وابقى طالب في الكليه الحربيه. انت فاهم ان ده يكبرك عليا يا ولد؟ يا جماعه يا جماعه استهدوا بالله، مش كده. لا كده، انا حر بقى وما بقتش صغير واعمل اللي انا عايزه وبالطريقه اللي تعجبني. يعني لو كان الاستاذ عمرو هو اللي عمل كده كنت هتقولوا له عيب ما يصحش، ولا كنت هتاخدوه في حضنكم وتقولوا له الف مبروك؟ ما تجيبش سيرة عمرو على لسانك، عمرو أحسن منك مليون مرة. لا بقى، أنا اللي أحسن منه 100 مرة. على الأقل أنا هخش كلية الحربية اللي هو فشل إنه يخشها. اخرج! عمرو ما فشلش ولا يمكن يفشل. عمرو راجل، فاهم يعني إيه راجل؟ عمرو مش ممكن يفشل ابدا. ايوه عمرو مش ممكن يفشل. هذا عقاب الربع يعاقبني على خيانتي لك. انا بستاهل كل شيء عم بيصير معي. للاسف يا ارجو، اي كلاب على اضعف وتر فيك قلبك، لغى عقلك وضميرك عشان يتخلص مني ومنك. ماني عارفان كيف عملت هيك، كيف نسيت صداقتك ومودتك. كيف نصيب نصيب يا رجل، حدش عارف الدنيا دي مودي انا فين. يعني انا لما جيت هنا ما كنتش متخيل ان دي نهايتي ابدا. كانت اهدافي اكبر من كده، اكبر من كده بكتير. موسى إلينا. يا كلب يا حقير. انت بتشتمني وانا جاي اتنازل عن البلاغ؟ معقول؟ اه معقول، لان انا هقول هنا انكم خدتوا الشنطه بتاع الفوبيزو اللي هي المجوهرات الفالسو زي ما قلت لكم بالظبط، مش شنطه المجوهرات الحقيقيه زي ما تهيألي. فالسو؟ بقى كده سوء تفاهم بسيط، وعشان كده انا ما عرفت الحقيقه جيت بسرعه عشان نسحب البلاغ. وش معنى بقى؟ موسى انا اتجوزت ايكي. إلينا انت كيف عملتي هيك؟ كيف صرتي مرت هذه؟ اخرس الست دي دلوقتي بقت مراتي، انا ما اسمحلكش تتكلم معاها ولا مره بعد كده. ليه عملتي كده؟ عملتي كده ليه؟ اتقتل؟ مش ممكن. مين اللي اتقتل؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ بلغني بالتطورات اول باول. مين اللي اتقتل يا فؤاد؟ Apparently, it was an act of revenge. Mikhail has been watching him for a while because he considers him the reason of his disability. So we are not suspects? Not at all. But let me tell you, Musa, you have become an officially unwanted person in Athens. Excuse me, but I'm not responsible for Ike's murder. That's right, but the problems only started when you got here. Excuse me, but you don't have the right to... No. So, what am I supposed to do? Nothing in particular. But who knows what the next problem will be, or what consequences it will have.
I got you. قرار حكيم يا موسى، وباكد لك انك ما رح تندم عليه نهائيا. اسرائيل يا موسى محتاجة دائما الشباب اللي مثلك. طب بس هتضمن لي مش هشتغل في الكيبوتس؟ موسى شاب ذكي مثلك ما بيروح كيبوتس. اكيد 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 يا موسى، ومشان تتاكد انه نحن واقفين جنبك هي تذكرة الباخرة، وفيها مبلغ بيخليك تبدا حياتك من اول وجديد باسرائيل. يورجو، التلغراف ده عايز ابعته للاستاذ يوسف حزقيان في اسكندريه. من عيوني. هو هذا قرايبك يا موسى؟ لا، ده راجل طيب كان بيشجعني دايما وبيقف جنبي، وطلب مني ابلغه اول ما هاجر اسرائيل. غريبه، التلغراف هذا ما فيه كلمه واحده عن اسرائيل. هدول كلمتين ورضغطاهم. كنت على حق، انا في الطريق. ما هو انت عارف بقى المصريين بعد 67 اللي حصل، لو سمعوا وقروا كلمه اسرائيل هيتجننوا. والله وحنشتاق لك كتير يا موسى. وانت كمان يا يورجو، كلكم هتوحشوني، انت ومدام انجيل وإلينا. كلكم يا يورجو، كلكم. موسى انت بتحبها لإلينا؟ مش اكتر ما انت بتحبها يا يورجو. عندنا في مصر مثل بيقول اللي يحب يبان في عينيه. عندكم؟ ما انا من مصر برضو. طيب هي ليش محاسة فيني ابدا مدام حبها مبين بعيوني؟ كل حاجه بتاخد وقتها يا يورجو. عموما انا رح اروح ابعت هذا التلغراف حالا، بعدين رح اروح اجيب إلينا. تجيبها؟ تجيبها منين؟ خير يا فؤاد، طلقتني ليه؟ عمرو بعت برقية من أتينا للأستاذ يوسف في شركة التأمين في اسكندرية. طب وده معناه إيه؟ ده الإجراء اللي كنا متفقين عليه عشان يبلغني إنه هيهاجر إسرائيل. معقولة؟ أظن إجراء بسيط ومنطقي ومحدش يشك فيه لحظة واحدة، خصوصا ان يوسف طلب منه يبلغه اول ما يقرر الهجره لاسرائيل. وده هيسهل علينا ان اي تلغراف او جواب يوصل ليوسف يعدي علينا احنا الاول. بالظبط يا حسن. دلوقتي بقى نقدر نقول ان المرحله الثانيه من العمليه مرت بنجاح، وباقي اخطر مرحله اسرائيل. حقيقه هتوحشنا كريم موسى، انا كان نفسي اجي معاك المينا عشان اودعك. لا خالتي، ده مش وداع، ده سلام بس. موسى وعدني انه حيرجع تاني. مش كده موسى، انت حترجع تاني صح؟ احاول يا إلينا، احاول. كل الاحوال طمنا عليك دائما. اكيد هيحصل. رح اتاخر، خلينا نمشي. طب اقول لكم مع السلامه. انا مع السلامه كريم موسى، مع السلامه. هتوحشيني، هتوحشيني بجد. موسى انت هتوحشني قوي. وانت كمان يا لينا، خلي بالك من نفسك. انا مش عارفه هعمل ايه من غيرك. ده هتعملي كتير. انت ارملت هايكي ورستي كل فلوسه، تقدري تعملي مشاريع كتير. خلي بالك منها يا يورجو. من غير ما تقول. يلا خلينا نمشي، تاخرنا كتير. يلا. طب اجي معاكم مينا ممكن؟ بلاش يا لينا، انا ما بحبش لحظات الوداع. حتى دي هتحرمني منها موسى. عشان اقدر. يلا يا ركو. يلا. قدامك صح سليم اهو. معرفش بس التدريبات اللي بتعملها دي عنيفه قوي. هتخاف عليا من تدريبات الحواجز؟ بصراحه بقلق عليك من كل حاجه. امال هتعملي ايه لما اتخرج واتجنن واروح الجبهه ويحصل حرب؟ خلاص انا هموت من الرعب. بعد شر عليك ان شاء الله. انا ان شاء الله عدوينا كل بيكره. تحبيني يا مها؟ لسه بتسال يا عم؟ مش بسال بس عايز اسمعها. بحبك. قولي يا مرة كمان. بحبك وبخاف عليك. ما تخافيش يا مها، طول ما قلبك معايا مش هيحصل لي حاجة وحشة أبدا. اللهم
منصور بلدي وأيدها، سدد خطوتها وخد إيدها، يا رب جعلنا نحقق كل خيال، جعل يومنا الواحد بكفاح أجيال، فجر يا نبيع الخير تحت قدامنا، المستقبل خليه النور قدامنا. مش يا زكراف؟ ايوه انت عزوف انت مش فضول. العربيه لغتك الاولى مش كده؟ والفرنساوي كمان. وليه مش الانجليزي؟ عشان اتربيت في المغرب. لكن مكتوب عندي انك من مصر. الموضوع ده ليه قصة طويلة. عارفها؟ عارفها؟ دي أول حاجة لازم تتعلمها هنا موشي. قبل ما تحط رجلك في إسرائيل بنكون عارفين عنك كل حاجة، لأن مفيش أي حاجة بتستخبى عننا. في البداية هيحاولوا يبهروك، هيتعاملوا معاك كأنهم عارفين عنك كل شيء، في نفس الوقت اللي معرفوش عنك غير اللي جمعوه تحرياته، التحريات اللي كلمينا إيه طويلة فيها. طب وفي الحالة دي أعمل إيه؟ ولا حاجة، تصرف بشكل طبيعي بانفعالات بسيطة. المهم ما تنساش حقيقة مهمة قوي. إيه هي؟ إنك موسى، موسى زكي رافع. مظبوط، كل اللي قلته مطابق فعلا اللي عندنا، واضح إن في توصية خاصة عشانك من الوكالة اليهودية في أتينا. يعني كده خلاص؟ قولي موشي، أنت سبت مصر من إمتى؟ حوالي 3 شهور. وايه اخر حاجه لاحظتها هناك؟ عن ايه؟ عن كل حاجه، عن الناس، عن النظام، عن الحاله المعنويه للناس، حتى عن توفر المواد التموينيه، كل حاجه مشي، كل حاجه. قول لهم الحقيقه كلها، ما تخبيش عنهم حاجه. ده في الغالب بيكون اختبار لازم تنجح فيه يا موسى، لازم. احكي لك كل حاجه. أمرك جنرال. إيه علاقتك يا إيزاك بهايدي؟ سيادتك أمرتني إني أكل. تسمعتني ولا لا؟ بقول لك إيه علاقتك بهايدي؟ إيه اللي حصل جنرال؟ جاوب على سؤالي. علاقة حب جنرال. ده اللي توقعته. أقسم لك يا جنرال إن أنا عمري حب خلك تخون عملك. أنا جنرال. ما تحاولش تدافع عن نفسك، لأن جماعة التحريات ومعايا الأدلة الكافية. أنت اللي كنت مسؤول عن أمن الفيلا لما كانت هايدي بتهرب مقالاتها. أنت! أنت اللي كنت بتودي المقالات للجريدة الحقيرة دي. أنت عزاك. أنت اللي كنت بتنقل أسرار سنة الهايدي. رغم انك عارف ده معناه ايه. جنرال انا عمري ما تحاولش انك تدافع عن نفسك. تحاولني لمحاكمة جنرال؟ لا يا ايزاك، محاكمة يعني خطأ وتقصير وفضيحة. لا يا ايزاك، انا عندي حل تاني. شكرا موشي، في الواقع انك تعاونت معانا بشكل ممتاز. الاوراق اللي عندي بتقول ان في وظيفه منتظراك في دار شوشانه للنشر. يا ريت. واضح ان في توصيه خاصه جدا عشانك، انك مش هتبتدي حياتك في كيبوت زي الباقيين. ده من حسن حظي. قدامك 48 ساعه تدبر فيها امورك، تستلم فيها شغلك، ولازم تعرفنا المكان اللي انت هتقيم فيه. أنا معايا عنوان كان يقولي الكابتن صادوق عشان الإقامة. عظيم.
المهم انك تبلغنا باي مكان تروح فيه قبل ما تسيب العنوان ده. مفهوم؟ مفهوم. تفضل. اسمه ايه ده؟ موشي رافي. موشي رافي. استنى عندك. الحقيقة أنا مش فاهم حاجة. أنت مش قلتوا لي إن كل أوراقي سليمة؟ هتستلم شغلك أنت. لو ينفع أستلمه بكرة هستلمه بكرة. لا. يعني إيه؟ يعني أول ما تستقر تسافر فورا على تل أبيب. تقابل صاحب الكارت ده في العنوان اللي مكتوب عليه. اسأل عن جاكوب أهرون. مفهوم؟ كده خلاص؟ لا لسه حاجة واحدة. ودلوقتي هتحلفوا قسم الولاء لدولة إسرائيل. هتحلفوا إن ولاءكم الوحيد لإسرائيل ونظام إسرائيل وطموحات إسرائيل وأهداف إسرائيل. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بتربها وأبوابها، أحلف بال... والله برافو عليك يا حليم. من يوم النكسة وهو ما بيبتديش أي حفلة إلا بالحتة دي. بقت لازمة. جبرت مونة؟ مونة بس. انت مين؟ موسى. موسى رافع من طرف. عارفة صدوق. ادخل. الحقيقة انا دخت لحد ما لقيت العنوان. هتدفع 150 شيكل في الشهر، نصهم مقدم. هتخدم نفسك بنفسك، انا مش خدامة. مفهوم؟ مفهوم. مفيش اكل في الأوضة إلا لو اشتريت الأكل من عندي. الوجبة بخمسة شكل من غير لحوم عشان الكوليسترول. مفهوم. المقدم هتاخد الباقي بعدين. حل مش حل، دي مش شغلتي. انا ما قلتلكش تروح تعمل فيها ابو علي وتشتري شبكه لخطيبتك. انا لقيتك مزنوق قلت اعمل معاك واجب واديتك الفلوس، ودلوقتي بقى انا عايز فلوسي وعلى داير مليم. منين يا عنتر؟ ما انت عارف انا لا اقدر اطلب من ابويا ولا من الحاج شكري اي مليم احمر بعد الخساره اللي خسروها في الوكاله بتاعت اسكندريه. ده انا حتى ابويا محرج عليا قعدت بالمحل بعد ما رفضوا دخلوني الحربيه. وتعني ما لقيتش غير الحربيه دي. انت بالذات ما تتكلمش في الموضوع ده خالص. انت عارف ان انت السبب في ان هم ما يقبلونيش. انا رفعت راسي يا ابن اللواء. بقى انا عنتر الغلبان اللي كنتوا بتدخلوه معاكم النادي شافها، امنعك انت ابن اللواء من دخول الحربيه. قولوا لهم الموضوع الزفت بتاع سرقه العربيه ده كانوا قبلوني، فاكره ولا نسيته؟ انا افتكر ايه ولا ايه بقى؟ انا كل اللي انا فاكره الفلوس اللي سيادتك مديون بيها ليا، واللي هفضحك بيها فضحت القطط لو ما رجعتها ليش الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي؟ مستحيل طبعا. مستحيل مش مستحيل، يا الفلوس يا الفضيحة. ماشي يا ابن اللواء. مش قادرة أقدم رفيف، مش قادرة سانتي. أنا خلاص الأحوال هنا بقت صعبة قوي، وأنا أعصابي ما بقتش متحملة. أنا خلاص ناوية أبيع البار بتاعي وأرجع أعيش في نابولي. للدرجة دي رولا؟ أنا الحقيقة شايفة البار ناجح جدا، وكل المشاهير تل أبيب من زمان. إزاي تسيبيه وترجعي تعيشي في نابولي؟ أنتِ عايزة تسيبي إسرائيل بعد ما كبرت وتوسعت بالشكل ده؟ كبرت وتوسعت أه، لكن لسه الأحوال فيها مضطربة متوترة، وجنرالاتها خلاص كبروا وبقوا نجوم وأصحاب سلطة ونفوذ. طب وده مضايقك في إيه؟ لأن باري بقى ملعب ليهم. كل صفقاتهم النظيفة واللي من تحت لتحت بيعملوها هنا برضه. ايوه بس ده بيكسبك كتير يا رولا. وبيعرفني كتير،
وفي يوم من الايام الناس دي مش هتسيب اي حد يعرف عنها اي حاجه، وساعتها رولا المسكينه هتعمل ايه لو حبت تتكلم قدام الناس دي؟ تفتكر هيسكتوها ازاي؟ رولا تفتكري لو روحتي نابولي هتبعدي عنه؟ نابولي دي هتكون اول محطه، وبعد كده هاخد القرشين اللي هبيع بيهم البار واروح بلد تانيه محدش يعرف يجيبني منها ابدا. مكبره الموضوع قوي رولا. انا كمان شايفه كده. صدقوني انتوا مش حاسين باللي بيحصل تحت سطح اسرائيل. عايزين نصيحتي، اعملوا زي اهربوا. يعني ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ طب اعمل ايه يا سلام؟ انا كنت خلاص على اخر دقيقه كنت هتنقل اسكندريه لولا الراجل مدير الاداره حط اسمي بنخته بدل اسمي ده، حتى عصام. انا ماليش دعوه بعصام ولا بغيره، انا مش ممكن اسيب اسكندريه اروح اعيش في بني سويف بقى بعد اسكندريه والهوا والبحر. بني سويف مره واحده؟ مالها بني سويف؟ دي بني سويف دي حلوه خالص، حلوه جدا. بس انت لو تفكري. لا ما بفكرش، انا مش هسيب اسكندريه، مش هسيب اسكندريه. ثانيه، انت ايه اللي جرالك؟ اللي جرالي انك كنت وعدتني بحاجه وخليت بيا، يعني خدعتني. انا خدعتك؟ ايه الكلام ده؟ وانا كنت اعرف يعني اللي هيحصل ده؟ بابا كان شارط عليك من الاول ان انا هعيش في اسكندريه وانت وافقت. وخلاص الظروف اتغيرت، يبقى الاتفاق كمان اتغير. بحبك يا هايدي، بحبك. وانا كمان بحبك يا ايزاك. دلوقتي بس اتاكدت اني بحبك قوي، هقولها لك اول ما تيجي، المره دي هقولها لك. مش هيجي. انت امال فين ايزاك؟ قلت لك يا مدمزيل هايدي مش هيجي. مدام رولا، مدام اقعدي. مدام رولا والبار في الحقيقه انه اتباع من اول امبارح وبقاله مالك جديد. انت عايز مني ايه يا حنيه؟ وقصدك ايه ان ايزاك مش هيجي؟ حقيقه ما عنديش صلاحيه ان انا اجاوبك على السؤال ده. امال اسال مين؟ فين ايزاك جنرال؟ اخر حاجه كنت اتوقعها ان بنتي ودراع اليمين يخونوني يتامروا عليا. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ والسخيف لما فقدت ثقة بنتي الوحيدة واديتها لايزاك المساعد بتاعي، ما كنتش متصور ابدا انه هيبقى شوكة في ظهري. بقول لك فين ايزاك جنرال؟ برافو جنرال، برافو قوي. مذبحة جديدة نفذتها بمنتهى المهارة والوحشية، مذبحة جديدة تضيفها لتاريخك الطويل. بس للأسف مفيش حد شافها أو هيعرفها عشان يديك وسام قذر جديد. اتجننت يا بنت؟ أنا فعلا اتجننت. اتجننت لما تصورت إن ممكن الشفقة تدخل في قلب معرفش غير النار والدم طول عمره. جننت لما فكرت ان اهدك او اريحك ولو للحظه واحده. دي مش مساله شخصيه، ده شغل. انا لا يمكن اسمح بوجود ثغره في جدار الامن. ثغره ايه وامن ايه؟ كل حاجه بالنسبه لك شغل شغل، حتى حياتي الشخصيه ومشاعري شغل. ده شيء غير محتمل جنرال، غير محتمل خالص. استنى عندك يا بنت. هستنى ايه تاني؟ قولي. بحبك يا هايدي، بحبك. قولنا بقى يا عم. لا انت مش معانا خالص من الاول. انت كنت بتقولي حاجة؟ حاجة ايه؟ بس انت كنت فاضي تاني خالص. بطل الحركات بتاعتك دي بقى خلاص. ايوه كده صحصحي وارجعي زي زمان. انت بقالك ساعتين مسهمه وسرحانه ولا دريانه باللي حواليكي.
مفيش اخبار عن عمرو. قولي كده بقى، ده سرحاني اياه. يا بختك يا عمرو، يا ريت كده عصام يحبني قد ما مها بتحبك. عز انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. يعني انت تفتكري لو في اخبار عن عمرو مش كنت جريت وقلتها لك من غير حتى ما تسالي؟ طب وبعدين؟ دي السنه قربت تخلص وما بعتش الا 3 جوابات، والكلام اللي فيهم كلام عادي بيسلم عليا كانه مقراش جواباتي. انا ما بقتش قادره استحمل. يعني ايه يا ما؟ ماما مخليه حياتي جحيم، كل يوم والتاني عماله تجيب لي في عرسان، واللي اسمه وليد ده مش سايبني في حالي. ده جه لغايه دلوقتي 3 مرات عايز يطلبني من ماما. لولا بابا انا مش عارفه كنت هعمل ايه. صدقيني يا ما، كلنا قلقانين على عمرو زيك بالظبط. ماما هتتجنن على الاخبار، وانا كاتمه في قلبي وساكته. بابا كمان. ماله بابا؟ على طول سرحان وبيسمع كل نشرات الاخبار، وكل ما حد يجيب سيره عمرو يسيب المكان ويقوم. طلبة؟ الله خير، ايه اللي رجعك بدري كده؟ كريك، هو انا كل ما اجي الاقيك في المطبخ؟ لا مش بحضر الاكل. اكل؟ هو ده كل اللي شغلك؟ الاكل؟ استر يا رب. مالك يا طلبة؟ في ايه؟ ما فيش حاجة، شوية زهق. ليه بس كفالة الشر؟ في حد مضايقك في النادي؟ أنا ما بقتش طاي النادي ده خالص، بقى مليان بشباب طايش ومستهتر، لا حاسس باللي جرى للبلد ولا داري باللي بتعمله علشان تقف على رجليها. معلش، معذورين، بكرة يعلوا إن شاء الله. بكرة؟ بكرة إمتى؟ لازم يفوقوا، لازم يعرفوا إن في شباب بيفنوا نفسهم علشان وطنهم. طب اهدى بس، اهدى، انت مالك بس متعصب كده ليه؟ ما تهدى. قولي، مفيش اخبار عن عمرو؟ عمرو بخير يا كريمه، اطمني. امال ما بيبعتش جوابات ليه؟ ده انا قلبي متشحتف عليه حبه عين. قلتلك عمرو بخير. ان شاء الله هيكون بخير. ايه في ايه؟ انت هتقعد لي كده طول النهار في البيت؟ مش تروح تشوف شغلك؟ انا لسه واصل امبارح جفرت منى، بعدين هم قالوا لي. لا انا بحب اخد راحتي في بيتي، ما تقعدليش كده في البيت طول النهار. هي مش دي اوضتي؟ وده بيتي، انا حره فيه اعمل فيه النظام اللي يعجبني. لا مش هينفع كده. خلاص روح شوف لك حته تانية تبات فيها. هيحصل. والمقدم اللي انت دفعته مش هيرجع. ليه بقى؟ خلاص انصرف وما تبصليش بعينيك دول. خلاص خلاص جفرت منى، انا مسافر تل ابيب، ولما ارجع نبقى نتناقش في الموضوع ده. هتعمل ايه هناك؟ شغل. شغل ايه يعني؟ وانت مالك؟ عندك حق، ولما ترجع هنتناقش مع بعض. ايه المجنونه دي؟ دي الجوابات اللي كتبها عمرو مش كده؟ ايوه حسن، ودي وقتها. عمرو ابتدى العمليه فعليا وبيواجه المجتمع الإسرائيلي دلوقتي لأول مرة في نفس الوقت اللي احنا بنواجه فيه مشكلة تانية. بعثة عمرو انتهت رسميا، يعني لازم يكون فيه مبرر قوي منطقي قدام أهله عشان ما يرجعش دلوقتي. عشان كده يا فؤاد خليته يكتبها. فاضل جواب مهم قوي. جواب ايه تاني؟ جواب بتقول لهم فيه انك نجحت في البعثة نجاح ممتاز، وده خلى الروس يعرضوا عليك منحة مجانية لدراسة الدكتوراه، انها فرصة ما تتسابش، هتغير مستقبلك كله. والدكتوراه دي هتاخد وقت قد ايه؟ ده يتوقف عليك انت. الدكتوراه هتخلص يوم ما تنتهي العملية، او انت تقرر عدم القدرة على الاستمرار. احنا عملنا حساب كل حاجة، كل مناسبة عمرو كاتب لها جواب بخط ايده عشان نبعته لاهله في الوقت المناسب. دلوقتي هوريك اهم جواب. الجواب ده حسن اهو، ده بمناسبة عرض الدكتوراه. طيب مفيش اخبار عن عمرو شخصيا؟ لا لا لسه. المرحلة دي مرحلة حساسة جدا، واي تصرف غريب ممكن يثير حواليه شبهات. انا عايزه يبقى حر
زيه زي أي يهودي بيواجه مجتمع مختلف، وأنا كمان مش هحاول أعرف أخباره ولا أي معلومات عنه. طب يا فؤاد إمتى يعني هتطمن على عمليه؟ في الوقت المناسب. في الوقت المناسب يا حسن. صرافة؟ ايوه اتفضل. شكرا. مو صرافة. غلط يا حبيبي، غلط. انت اسمك هنا موشي رافي. انسى بقى مصر ولهجة مصر. مش معقولة يعني، ما هو دين زي أي دين وأنا عاوز أشتريه. قلت إيه؟ قلت ما ببيعش. طب لو فيها حسنة ليك؟ يعني إيه؟ يعني أنا هاخد وصل الأمانة اللي أنت واخده على خالد وأديك حقك وفوقيه 10 جنيه زيادة. طب وليه؟ ما تديله انت الفلوس يدفعها لي وانا اسلمه الوصل. انا بديلك حسنتك عشان تديني الوصل مش عشان تستجوبني. لا، ما انا لازم افهم الفوله، اصل الوصل ده غالي عندي قوي. عشان تزل بيه ابن اللواء مش كده؟ عليك نور، انا مستعد ارمي الفلوس دي في البحر بس اكسر مناخيره ومناخير اللي زيه. يا ساتر يا رب. سيبك منه وخليك معايا. هتمشي البيعه ولا لا؟ يفتح الله. خلاص انت حر، بس انا هاخد بنصيحتك ويا دار ما دخلك شر. هدي الفلوس لخالد وهو يديها لك على الجزمه، وانا يبقى لي معروف عنده، وانت تطلع من مولد بلا حمص ولا حفني. اعمل لنا حجر كده يروق الدماغ، وانت بالسلامه يا شربات. امرك يا معلم. خلاص خلاص، هاخد 20 جنيه زياده. هم 10 جنيه. هتمشي البيعه ولا نفضها بيعه؟ غلط يا خالد، غلط واكبر غلط كمان. ليه تخلي واحد زي عنتر ده يعمل كده فيك؟ عشان ايه؟ عشانك، عشان اقدر ارفع راسي قدامك وقدام اهلك. لما مامتك قالت لي مش هيبقى ليا اي حقوق عليك الا لما اقدم لك الشبكه، قررت اني لازم اقدم لك احلى شبكه في الدنيا. مش بالطريقه دي. ما كانش قدامي حل تاني. يبقى ما كانش ليها لازمه. وبعدين معاك يا ألفت، مالك بتكلميني كاني عيل صغير كده؟ انا؟ ايوه انت. من ساعه ما خرجنا وكل حاجه بعملها مش عاجباكي، زي ما اكون عيل صغير. لا يا ألفت، انا مش عيل، انا راجل وراجل قوي كمان، وكلها كام سنه وهبقى مهندس قد الدنيا. اخس عليك يا خالد، انا بتعامل معاك ان انت عيل؟ طب يعني انا هرضى ان حبيبي وخطيبي يبقى عيل؟ طب انت يا سيدي راجل وسيد الرجاله كمان. انا بقول كده بس عشان تفضل رافع راسك قدام الناس. طب والعمل يا ألفت؟ المبلغ كبير ومش هقدر اجهزه في الميعاد اللي محدده عنتر، وظروف البيت والمحل مش مساعده. اسمع يا خالد، مفيش غير حل واحد. لا لا لا، ده مش حل يا عادل. يعني ايه تستقيل؟ خلاص الست سنايا هتمشيك على هواها من دلوقتي؟ خليك راجل ومشيها انت على هواك. مفيش حل تاني يا عصام، ابوها مصر انها تتجوز في اسكندريه. حاجه عجيبه قوي، يعني الراجل يعمل لي درجه في الخطوبه ويوافق انكم تعملوها في بيتك في مصر، وساعه الجد يقول لازم اسكندريه؟ ده ايه المخ من الاخبط ده؟ ما تنساش ان سنايا بنته الوحيده، وما تنساش انت كمان انك هتبقى راجلها وليك عليها حق الطاعه. عصام مش حكايه حقوق وواجبات يا عصام، انا بحبها. يغور ده حب يا اخي، يعني تبقى انت بتحبها وهي ما بتحبكش؟ مين قال كده؟ سنايا بتحبني. لو بتحبك صحيح كانت عاشت معاك في اي حته. اسمع مني انا، الست تروح مطرح ما يروح راجلها. انا مش فاهم يا اخي، يعني لو جالك نقل بعد الجواز مش هتروح معاك يعني ولا ايه؟ المسائل ما تجيش كده. ما تجيش غير كده يا عادل. لو عزة عملت كده هتسيبها؟ عزة عمرها ما تعمل كده. لو عملت؟ بص يا عادل، انا مش هدخل معاك في مناقشه عقيمه زي دي. انت حر اعمل اللي انت عايزه، وكويس كمان اني هسيبك لوحدك الاجازه دي عشان تفكر كده وتهدى وتراجع نفسك وتفوق. لا يا مشي، لا يا حبيبي، فوق بقى. احنا هنا خلاص في ارضنا، احنا هنا القوه الاغلبيه وهم القله الضعيفه. يعني لازم تمشي فارد طولك رافع راسك
مش زي مصر. انا في مصر كنت فارد طولي ورافع راسي. كلام فارغ. احنا كنا خايفين يا حبيبي مظهرين، كنا تحت عينيهم طول الوقت، انما هنا لا. ما علينا، المهم اني مبسوط اني شفتك يا عوض. جاكوب يا حبيبي، جاكوب يا موشي، هنا الاسماء بتتنطق بطريقه مختلفه ولازم تتعود عليها. احاول. انما قول لي ازاي دخلت الشيمبات ووصلت ازاي لوظيفه زي دي؟ لا لا لا، دي حدوته كبيره قوي يا حبيبي، عايزه قعده كده حلوه من قعدات زمان. يعني هنقعد قعده زي قعدات زمان يا عم؟ وبعدين بقى مش قلنا جاكوب يا موشي؟ جاكوب. وراشيل اخبارها هي صحيحه؟ لسه راشيل ولا بقت جاكوب؟ دي هتفرح قوي لما هتشوفك. بس انا بقى مش عارف انت هتعرفها ولا لا، اصل البنت حلوة شويتين. اما انا النهارده جايب لك حته مفاجاه، هتبوسيني عليها. تبوسيني ده ايه؟ تبوسيه هو موسى. مش معقول، وحشتني يا موسى، وحشتني قوي. وانت كمان يا رشيل، ولا اسمك اتغير زي جاكوب؟ لا انا رشيل دايما، مش هتغير ابدا. اللي انا شايفه غير كده. ده من بره بس وحياتك، عشان اجاري الجو هنا، انما من جوه لسه زي ما رشيل بتاعت زمان. فاكرها؟ انا اقدر انساها؟ انا شايف بقى ان السهره النهارده هتبقى صباحي، علشان نفتكر يعني ايام زمان. جاكوب روح انت. طبعا طبعا يا حبيبتي، ده شيء بديهي، انا بس كنت عايز مشيف حاجه. قلت روح يا يعقوب، انت عندك شغل من بدري. حاضر يا حبيبتي، حاضر. مشي، انا هستناك بكره الصبح. بكره الصبح ايه؟ وقت ما تصحى يا حبيبي بقى عدي عليا في المكتب عشان نتكلم في الشغل. ما قلتليش ايه رايك بقى في شكلي الجديد؟ بيانات مشروع التعليم الجديد. قالت سارة، ما سألتيش نفسك أنا ليه أصرت إنك تتنقلي معايا لجنة التعليم؟ عشان ده أحسن عقاب ليكي، إنك تفضلي كده قدامي ليل ويا نهار وإنت عارفة إن أنا كشفتك. جبايت فيرد، ما تفتكريش إنك ممكن تخدعي سوناتا فيرد يا سارة. أنا كشفتك من أول مرة وكان ممكن أفصلك، لكن أنا فضلت إنك تفضلي كده قدامي ليل ويا نهار عشان أراقبك، مش هخليكي تنامي لحظة واحدة، وهخليكي دايما تسألي نفسك سؤال، يا ترى هتردلي الألم ده إزاي؟ فاهمة يا سارة؟ ودلوقتي اتفضلي على مكتبك، بس ما تنسيش كلمة واحدة من اللي قلتهولك. اتفضلي. يا حبيبتي اتفضلي. انا اسفه ما كانش في حد بره. و معقوله يا هايدي، انت صاحبه مكان. اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. مالك يا هايدي؟ انا محتاجه لك، انا محتاجه اتكلم معاك شويه. انا تحت امرك يا حبيبتي، اتكلمي. قولي يا هايدي، ايه سر العذاب اللي على وشك ده؟ انا حياتي بتنهار. ليه يا حبيبتي؟ ليه كده؟ لا يا هايدي، لا يا حبيبتي، لا. اتكلمي هايدي، افتحي لي قلبك يا ماما. انا لا لا. هايدي هايدي، ايه كمان دكتوره؟ يعني المحروس عايز يقعد سنه كمان ويسيبك معلقه كده؟ يعني يسيب فرصه زي دي يا سميحه؟ ايوه يا شاهين، يسيبها ويرميها ورا ظهره كمان، ويرجع للبنت الغلبانه دي اللي مفهمها انه بيحبها من زمان. يا ماما انت عارفه كويس قوي انه ايوه عارفه انه بيحبك يا حبيبتي، بس يعلم بقى، يعلم السنه اللي فاتت دي عمل ايه؟ مش يمكن يعني لقى له بنت روسيه كده بيضه حلوه، شعرها اصفر وعينيها خضره؟ ماما ايه اللي انت بتقوليه ده؟ الله، بوعيها ولا سيبها كده على عماها؟ حبيبتي يا بنتي، ده كلام يا سميح. ايه مش عاجبك كلامي؟ يوه
ومين ده رافر؟ مساء الخير يا طنط. مساء النور يا حبيب طنط، اتفضل. زي ما انت متحفظ زي البنات البكر بالظبط. ايه جننت رتشي ده كلام؟ رتشي زي اختي يا عقوب يا جاكوب، وما اقدرش. اختك ايه بس وما تقدرش ايه؟ دي فرصه ما تتعوضش لمهاجر جديد زيك. فرصه؟ طبعا يا حبيبي فرصه، وفرصه كبيره كمان، لان رتشي دلوقتي من سيدات الاعمال الكبار قوي في اسرائيل، وارتباطك بيها هيدخلك المجتمع العالي في اسرائيل، مجتمع رجال الاعمال والسياسيين والسلطة. حد يلاقي بقى فرصة زي دي ويسيبها؟ احنا بنتكلم عن مين بالظبط؟ بنتكلم عن ريتشي، وعايزك تركز معايا. ريتشي اختك؟ ريتشي اصل انا حاسس انا بتكلم عن حد تاني. لا يا حبيبي، ريتشي اختي، وركز كويس بقى في الموضوع ده وفكر فيه. انت عايز مني يا عقوب؟ قصدي يا جاكوب. كل يوم عدي عليا في المكتب وتعالى ونقعد نتكلم في كل حاجة إلا الشغل. اه ده شغل برضو يا حبيبي. اه بمناسبة الشغل بقى، أكيد وظيفتي بتاعت دار النشر اللي في حيفا راحت، لأن كان المفروض أستلم الوظيفة في خلال أسبوع. حيفة إيه بس يا حبيبي؟ اللي زيك مستقبله هنا مش في حيفا. قصدك إيه؟ قصدي إنك ترجع حيفا تروح تجيب حاجاتك اللي هناك. أنت لازم تستقر هنا. الوظيفة؟ قلت لك سيبك من الكلام الفارغ ده. الفرص هنا أكبر بكتير أوي. ادخل. اتفضل. جواب غرامي ولا ايه؟ لا يا حبيبي، دي معلومات أمنية عنك يا حبيبي. فين اوضه مشير رافي؟ مش هتقول لي برضو المعلومات دي فيها ايه اهو يا حجاكو؟ متشغلش بالك يا حبيبي، بكره هتعرف. براحتك انت، طبعا هتحضر افتتاح بريتشي مش كده؟ والشغل وبعدين بقى، انا مش قلت لك تنسى موضوع الشغل في حيفا ده خالص؟ عندك شغل بداله هنا؟ ما قلت لك برضه موضوع رشيل؟ هو في غيره؟ طب وحياتك انت يا حبيبي، وحياتك عندي، لو ما كانتش ريتشي دي اختي انا ما كنت فوتت موضوع سيدة. وحياتك انت، انا مش هستغرب. طب يلا يلا يا حبيبي يلا، روح على حيفا وهات حاجاتك وتعال عليا. جاكو، الوظيفة دي مهمة جدا بالنسبة لي، انا الفلوس اللي معايا خلاص. والوظيفة كمان خلاص يا حبيبي. يعني ايه؟ يعني انت ما رحتش تستلم الوظيفة في الميعاد، وكمان ما قدمتش اي عذر يبرر اللي حصل، فاكيد هم يعني عملتها يا عقوب. جاكوب، جاكوب يا موشي. طب ليه عشان مصلحتك يا حبيبي. بكرة يا حبيبي هتعرف حجم الخدمة اللي انا عملتها لك قد ايه، وهيوفر عليك يا حبيبي. انت مهاجر جديد، في الظروف العادية هتتمرمط حوالي 10-15 سنة لغاية لما تلاقي وظيفة محترمة وتقدر تستقر فيها. قمت انت بقى لغيت الوظيفة كلها من الاساس؟ بالعكس يا حبيبي، انا نقلتها لك من حيفا لتل ابيب، وتقدر تستلمها اول ما ترجع. مش فاهم.
بكره تفهم يا حبيبي. جاكو دي خدمه فعلا؟ طبعا يا حبيبي طبعا خدمه، ده انت ليك دين في رقبتي. وبعدين ريتشي هي اللي امرت، عايزاك جنبها يا سيدي، وانا ما اقدرش اقولها لا. ادخل. طلب تطوير المناهج الجديده دي بقى. خرجتي بدري ليه امبارح يا ساره؟ ابدا جيفرت، كنت مرهقه شويه و... قولي لي يا ساره، فين الاوراق اللي كانت على مكتبي هنا امبارح؟ اوراق؟ اوراق ايه جيفرت؟ الاوراق الخاصه بمشاريع التعليم الجديده. انت مش عارفه ان الاوراق دي فيها سريه خاصه جدا، ازاي تختفي من على مكتبي بالبساطه دي؟ ازاي؟ جيفرت اقسم لك ما تقسميش لاني مش هصدقك. الو، من فضلك انا عاوزه الامن الداخلي. جيفيرت ارجوكي ارجوكي. عشان تعرفي يا ساره ان انا بكلمه واحده ممكن ادمر مستقبلك كله واحطك في موقف يا ساره ما تقدريش تخرجي منه ابدا. لكن انا فعلا ما خدتش الاوراق. ما انا عارفه يا ساره انك ما خدتيش الاوراق. عارفه؟ ايوه عارفه يا ساره، لان الاوراق هنا في مكتبي. بس ده كان درس صغير ليكي، رسالة بوجهها لك. أي حركة بعد كده منك، أي غلطة زي الغلطة اللي عملتيها المرة اللي فاتت، هدمر مستقبلك، فاهمة؟ جيفرت أنت مصرة على مكتبك يا سارة. اديني فرصة بس. على مكتبك يا سارة. لا ما بيكذبش، أنا فعلا طلبت منه كده. عايزك تبقى جنبي يا أخي، ده بقى يزعلك في إيه؟ برضو كان لازم تقولي لي يا رشيل، أنا مش لعبة بتلعبي بيها أنت وأخوكي. زي ما انت يا موسى ما تغيرتش خالص، تعرف انت الوحيد اللي لسه بتناديني باسمي. انت كمان برضو الوحيد اللي بتنادي لي باسمي. بتفكرني بمصر وبريحه مصر. انت بتحبي مصر يا رشا؟ لا بس صعب بحن الايامنا هناك، وابقى نفسي ارجع يوم واحد منها. رشيل في حاجه مش عارفه افهمها. ايه يا حبيبي؟ ازاي في وقت قليل معلش يعني بقيتي كده؟ لما ترجع من حيفا وبعد حفلة الافتتاح نبقى نقعد مع بعض كده واحكي لك كل حاجة، اتفقنا؟ يا استاذ وليد احنا ما اتفقناش وعمرنا ما هنتفق. ليه بس؟ ده الست الوالدة كانت مرحبة اخر مرة. يا سيدي افهم، انا بحب عمرو وهفضل احب عمرو. خلاص وانا موافق. موافق؟ موافق انها تفضل تحب عمرو ده. هو بمزاجك بس تتجوزني انا. نعم. عمرك بقى شفت حد سبور بالشكل ده؟ انا بصراحه واثق من نفسي وعارف ان بعد الجواز هنسيك يا عمرو وليالي عمرو وايام عمرو. انت سافل وقليل الذوق. يلا يا عزه. مش من حقك يا سياده اللواء، هو مبلغ صغير ولا كان مبلغ صغير؟ وبعدين مبلغ الجرحنا فيه جامد قوي، وده متعرف حد كبير. ليه لا؟ ما اقدرش يا شكري، ما اقدرش. ما تقدرش ايه بس؟ هو مبلغ صغير جنيه ولا اتنين؟ دول 20,000 جنيه تعبنا وشقانا، وبعدين احنا ذنبنا ايه؟ طلع جاسوس الراجل، احنا ذنبنا ايه؟ وبعدين تعالى هنا بقى، مش من حقك تتنازل على المبلغ او تنساه، ده حق مراتك واولادك. طب سيبنا فكر في الموضوع ده، وده عايز تفكير. ايه مالك؟ مش قادر، مش قادر اصدق ان انا هقعد سنه كمان وما اشوفش عم. ده مستقبله يا كريمه. ويمكن مستقبل مصر كلها. مصر؟ انت بتقول ايه يا طلبة؟ ما هو لو كل شاب اهتم بمستقبله كده اكيد مصر هتكبر والأمهات تبقى متشحتفة كده. ادعيله إن ربنا يرجعه بالسلامة. بدعيله للمع نهار. ولو إنك إيه؟ مش عارفة قلبي ليه مش مرتاح أبدا. في حاجة منى؟ مفيش أدون موشيل، مفيش.
تفتح اي باب لازم تتاكد ان مفيش حد مامنه، ولو الباب ده يخصك انت لازم تراجع نظام التامين عشان تعرف اذا كان حد فتح في غيابك ولا لا. يعني ادور على شعرايه مثلا؟ ده في الافلام بس يا موسى. لو اي حد استخدم اسلوب زي ده ونظام التنظيف كشفه هيبقى ده قرينه ضده، معناها ان عنده حاجه يخاف عليها. عشان كده وسيله التامين لازم تبقى طبيعيه جدا وسهله بقدر الامكان. حد يتابع هناك ولا لا؟ طب عظيم، عايز اعرف كل تحركاته من ساعة لما وصل حيفا لغاية لما هيرجع تل أبيب. مراقبة مستمرة، عايز 3 دوريات، مفهوم؟ لما نشوف اخرتها معاك يا سيموشي. ايوه موجودة هنا؟ طب خليها تدخل. عايزة ايه دي رخرة؟ اهلا 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 اهلا، ده ايه الزيارة الجميلة دي؟ اتضايقت اني جيت لك مكتبك؟ خالص بالعكس يا حبيبتي، انا بس مستغرب شوية، اصل مش متعود ان انت تزوريني في مكتبي، متعود ان انت دايما تطلبي طلباتك بالتليفون. فين ملف موسى؟ ملف موسى؟ يعني ايه يا حبيبتي؟ انت هتستعبط؟ يا حبيبتي ده مش محل جزارة ولا فرن عيش بلدي، ده شين بت امن اسرائيل الداخلي، ما ينفعش تيجي بالبساطة دي وتطلبي ملف سري. انا كده اتأكدت. من ايه يا حبيبتي؟ من ان موسى ليه ملف عندك. شيء طبيعي، ده مهاجر جديد ولازم نعرف عنه كل حاجة. لو مسيت شعرة واحدة منه هتبقى رشيل. اوعي تتدخلي في شغلي. طب اديني بقول لك اهو يا يعقوب، لو مسيت شعره واحده من موسى هتبقى بدايه حرب بيني وبينك، حرب مستحيل هتكسبها، فاهمني؟ استاذ خالد ممكن دقيقه واحده؟ خير يا معلم. اتفضل معايا في المحل، في كلمتين كده عاوز اخد ودي معاك فيهم. لا معلش يا معلم مش هينفع، اصل عندي مشروع ولازم اخلصه النهارده. اتفضل قول. انا سامع. ماله براحتك، انا بقى وصلني موضوع كده بينك وبين الجدع اللي اسمه عنتر. عارف عنتر؟ قال لي. عنتر قال لك؟ قال لك ايه؟ اهو قال لي وخلاص. المهم انا ما خلصنيش اعمل في كده، قمت مشتري منه وسط الامانه وفي جيبي. والله مش مصدق اهو. هو الوصل فعلا. عد يا معلم. ايه دول؟ المبلغ المكتوب في الوصل وعلى داير مليم. ها؟ اظن بقى معلم دلوقتي الوصل ما عادلوش اي لازمه ولا ايه؟ ها؟ بعنا الشبكه. بعتوها؟ منكم لنفسكم كده؟ الله، مش الشبكه دي هديه العروسه؟ تبقى بتاعتي وانا بعتها. وهتعملي ايه بفلوسها يا خيبة املي؟ اديتها لخالد. نعم؟ ضحك عليك ابن اللواء؟ كلب عقلك حلاوه وخد فلوس الشبكه؟ طيب يا ألفت، ان ما كنت اروح لامه من الصبح واقول لها اللي عمله محروس ابنها ما بقاش انا. اياك يا ماما، ده امر يخصني انا وخالد ومحدش ليه دعوه يتدخل فيه. بت
انت فاكره نفسك كبرتي عليا ولا ايه؟ طبعا كبرت ولا حره في شبكتي وفي حياتي كلها كده يا ألفت. طيب يا ألفت بتعملي فيا كده عشان ابوكي اللي رايق التعبان ده؟ ان ما كنت اكلم اخوكي يجي يشوف حل في عبطك ده ما بقاش انا امك يا ألفت. ايه في ايه؟ عمرو طلبه سلم نفسك. انا كنت انا كنت الحمد لله الحمد لله. ده مقال رهيب ومليان اتهامات خطيره وكلها بادله وثائق وده اقوى ما فيه. انا هبعت المقال ده للمطبعه فورا وهخليهم يكبروا توقيع ميلينا جولدشتاين علشان كل القراء يعرفوا ان لا هو ايه اللي لا هايدي خلاص ميلينا جولدشتاين ما بقاش ليها وجود. بمعنى ان ملهاش لازمه خلاص. المقال هينزل باسم الحقيقي هايدي هايدي هاير. انت واثق من الكلام اللي بتقول عليه ده يا حنين؟ كل الثقه يا جنرال. وزي ما امرت زرعت عين من عيوننا في مختاف واكد لي الامر وحكالي كل اللي حصل بين هايدي ورئيس التحرير. الوثائق دي لو اتنشرت تبقى كارثه. فضيحه. مصيبه مش هنقدر نستحملها. اوامرك جنرال. ما تتنشرش. الوثائق دي ما تتنشرش يا حنين. البروفات في المطبعه بالفعل. قلت ما تتنشرش وباي ثمن يا حنين. ما تنظف بسرعه شويه وزود الاضاءه هناك. في ايه يا جماعه؟ فاضل ساعات الشغل يبدا. حاجه تقرف. حبيبي انت خايفه ما تجيش؟ ما اقدرش اتاخر عنك يا روشيل. ما انا عارفه. تعالى خد الشنطة دي وحطها في اوضتي الخاصة. راشيل انا ما تتكلمش على الاقل لغاية ما تشوف المفاجأة اللي انا محضرها لك. مفاجأة ايه؟ مفاجأة هتعجبك قوي. ايه رأيك بقى؟ بدلة؟ احلى بدلة في تل ابيب عشان حبيبي يبقى احلى واحد في حفلة الافتتاح. راشيل انا جيت عشان خاطر ما تزعليش بس انا لازم اقعد اتكلم معاكي. مش النهاردة. هنتكلم في كل اللي انت عايزه بس مش النهاردة. خلي النهاردة ليا أنا بس. انت عمال تبص لي كده ليه؟ مش مصدق، انت مشيتي كده في الشارع؟ فيها ايه يعني؟ انا لابسه فستان عادي. الفستان عادي؟ انت اللي مش عادية. مش للدرجة دي. لا معلش للدرجة دي، لو عايزة نسأل حد نسأل تعالي. لا عمرو. تعالي عم احمد. لا. عم احمد. نعم يا ابني. بذمتك. بقى النهاردة ايه؟ لسه بقى. زي القمر، ربنا يا ابني يخليكم لبعض. شفتي؟ شكرا يا عم احمد، شفتي؟ انا قلت لك. ايه؟ بحبك. لا. قلت النهارده ليا وبس. الشاي مظبوط يا استاذ عادل. شكرا عم بدو. معقول يا عادل؟ بقى بعد ما رميت لك الدبله في وشك تروح لهم البيت؟ وكمان تتحايل عليا ترجع لك؟ انا ما كنتش بتحايل عليا يا عصام. انا كنت بحاول اقنع بابا ان احنا نكتب الكتاب لغايه ما ربنا يسهل والنقل يمشي. وقال لك ايه البيه يا ابو سنيه؟ مرضيش يسمعني. طب وسنيه؟ سنيه ما شفتهاش. ولسه زعلان؟ انت يا ابني اللي جرالك. بقيت واحد تاني غير اللي اعرفه. بحبها يا عصام. يغور الحب اللي بالشكل ده يا اخي. يا عادل انا خايف عليك. الحب اللي زي ده يهد ما يبنيش. لو كانت شرياك كانت وقفت جنبك وساعدتك بكل قوتها وعملت اي حاجه في الدنيا علشانك. لكن انا بقى شايف انها بعاك.
وانا مش هين عليا اشوفك بتشتري بالخسارة. بيعها وحطها على قلبك حجر يا اخي، بيع وانت الكسبان. مش مسألة مكسب وخسارة يا فندم، ده اقل واجب ممكن تعمله مصر عشانكم. احنا بناخد اجراءاتنا في الموضوع ده، وكنت ناوي ابلغ سعادتك اول ما يصدر القرار على طول. يعني ممكن الفلوس ترجع لنا؟ مش الفلوس يا فندم، الوكالة هي اللي هترجع لكم. معقولة؟ عقد البيع لقيناه ضمن اوراق موريس، وحسب نص العقد انتوا دفعتوا نص المبلغ. احنا ممكن ندفع نص التاني؟ وده اللي هيحصل، وبعد شهر ان شاء الله هتستلموا الوكالة رسميا. ربنا يطمنك يا ابني. طيب استأذن انا علشان ما اضيعش وقتك. مع السلامة يا فندم. بخير عمرو، بخير. ربنا يطمنك يا ابني. اتعشم اني ما كنتش جيت في وقت غير مناسب خالص. شقتك بقت متوضبه وجميله قوي يا هايدي. ميرسي. مش هتروحي حفله الافتتاح؟ افتتاح ايه؟ معقول ما تعرفيش؟ برولا خدته بنت جديده، بيقولوا عليها سيدة اعمال كبيره قوي. ولا كبيره ولا حاجه، دي بس حلوه وعندها دايره علاقات كبيره. ده انت جمعتي عنها معلومات بسرعه قوي. شغلتي. طب ما تيجي معايا الحفله. لا انا مش موت حفلات خالص، بس انا مستغربه ان ناس كتيره رايحه حفله الافتتاح دي. وليه لا؟ لاني صاحبه البار شرقيه مصطفى فرديم. طب كويس، دي فرصه عشان اثبت لك عكس اللي في مخك. اللي في مخي انا ولا اللي في مخكم انتوا؟ كل اللي رايحين الحفله النهارده بيجروا ورا الفلوس والعلاقات والاتصالات الكبيره، وعشان الاهداف دي بس ممكن ينسوا اي حاجه، حتى الحاجات اللي بيرفضوها وبيتعالوا عليها في الظروف العاديه. انت نفسك رايحه الحفله دي علشان رئيس الكنيسة موجود هناك، تقدري تنكري ده؟ هايدي ارحميني، مش معقول كده. ده انا زي امك يا هايدي. ماشي صناتة، انا حاجي معاكي. الله، جديدة جديدة يا وليد، بقالي مدة ما سمعتش نكت حلوة كده أبدا يا شاهين. قديمة وسمعتها قبل كده؟ لا، لكن مش ممكن تكون سمعتها بالنفس الحلو ده. ده أنا اتأخرت قوي على ميعاد الدواء. اتأخرت على إيه؟ الساعة 9. بالنسبة لي اتأخرت، ولما أقول اتأخرت يبقى اتأخرت. أمال الأنسة مها فين؟ موجودة يا حبيبي. يا مها. مها في أوضتها بس نايمة، أصلها بتحب تنام بدري. يا خسارة، أصل أنا ليا صديق قابل في روسيا عمرو هناك بالصدفة. قابل عمرو حقيقي؟ طب احكي لي قابله فين وإزاي؟ طب ما تصورش معاه؟ أهلا أهلا أنسة مها، أنا سعيد قوي إن أنا شفتك. احكي لي عن عمرو، صاحبك شافه فين وإزاي؟ الكلام اللي انت بتقوله ده صحيح يا ابني؟ طبعا صحيح. الله، هيكذب ليه؟ ده ابن ناس وشبعان، مش معقول يكذب ابدا. صحيح يا عمي صحيح. ارجوك الله يخليك احكي لي عن عمرو كل حاجه. الحقيقه هو كويس جدا، ده حتى هو ومراته عزموا صاحبي على العشاء. وعملوا ايه لما قلت لهم كده؟ الراجل ومراته فضلوا ساكتين ومساهمين زي ما يكون نزل عليهم سهم الله. اما مها بقى فقعدت تصرخ وتصوت وشتمتني. تقول لي كذاب يا سافل، انا مش مصدقه ولا كلمه. الله، امال استفدت ايه بقى؟ النزناز، النزناز اللي هيلعب في دماغها طول الليل ومش هيخليها تعرف تنام، وهي بتسال روحها يا ترى اتجوز فعلا ولا لا. طب وبعدين؟ مخها هيفضل يودي ويجيب واعصابها تتعب، وبعدين فجاه هوب تروح واقعه. لا مستحيل، عمري ما يعملش كده ابدا. ما حبيبتي اوعي تصدقي الكلام الفارغ اللي قاله الولد اللي اسمه وليد ده. انا عمري ما حبيت ولا اقتنعت بيه خالص. ولا انا يا بابا مقتنعه بكلامه. ايوه بس يا معنى انك بتعيطي ومنهاره كده يبقى في شك جواكي، عشان كده انا عايزك تتاكدي. هتاكد ازاي بس؟ اكتبي لعمرو، اكتبي له واساليه، وانا واثق انه مش ممكن يكذب عليكي. حتى في حاجه زي دي؟ حتى لو على رقبته. يلا يلا امسحي دموعك، هدي اعصابك كده ونام يا حبيبتي. ما انا طبعا مش هعرف عمرو زي ما انت عارفاه، لكن انا برضو مربيه واثق وعارف انه راجل، وراجل بجد. صباح على خير يا حبيبتي.
وحشتيني قوي قوي قوي. برحب بكل ضيوفي النهارده في بريتش الجديد. وش جميل قوي كان وجديد جديد قوي في عالم البيزنس. الفترة دي ظهر فيها وجوه كتيرة قوي. عندك حق عندك حق كان. بعد حرب الأيام الستة دي المهاجرين الجداد دول غيروا خريطة إسرائيل الاقتصادية والاجتماعية كمان. أهلا أهلا، شرف كبير، شرف عظيم. أدون كير، أدون كهان، إن أنتوا تشرفونا. أهلا أهلا أدون جاكوب، أهلا بيك. أنت مدعو هنا؟ أنا صاحب مكان. عجيبة، لكن اللي عرفه إن أنتوا ممنوعين من ممارسة الأعمال الحرة. طبعا طبعا، أنا بحترم القانون جدا. أنا قصدي يعني إن أختي هي صاحبة البار. ريلي أدون جاكوب؟ فعلا، ويسعدني فعلا إن أنا أعرفكم. سعداء جدا ادون جاكوب. اتفضلوا اتفضلوا. ريتشي حبيبتي، احب اعرفك ادون بير وادون كهان اصحاب اكبر شركه للاستثمارات في سيناء. اهلا اهلا، تشرف عظيم. اهلا ريتشي، اهلا اهلا. طبعا عارفين ادون رفيق. مين ما يعرفوش ادون رفيق وصديقته سينتيا. اهلا اهلا سينتيا، اهلا. يا ترى ايه اخبار مشروعات سينا؟ الاخبار اللي عندي هي نفس الاخبار اللي عندك ادون بيير. ويا ترى هيكون لي دور في مشروعات سينا ادون رفيف؟ في سينا يمكن، لكن رفيف لا، مين عارف. شوفوا مين وصل. معقوله؟ ايه الشرف العظيم ده؟ كفرت فيرك بنفسها قبلت عظمتي. الحقيقه دعوتك جت في وقتها، أنا وهايدي كنا محتاجين وقت للمرح. أكيد هتلاقوا منه هنا كتير. أكيد. جيفيرد فيرد، أنا سعيد جدا إن أنا أشوفك هنا الليلة دي. ده أفضل شيء في حفلة الليلة. لا، الأفضل لسه ما بدأش. فرصة سعيدة. اتعرفتم بهايدي قبل كده؟ لا، بس أنا أعرفهم كويس. وإحنا كمان نعرف مدموزيل هايدي، بس مستغربين جدا ومندهشين إنكم سوا. وليه لا؟ كل شيء ممكن. زي ما شركتكم بقت فجأة المستثمر الأول في سينا. وده ما كانش ممكن يحصل أبدا لو كنت أنا لسه في اللجنة الاقتصادية. وهو حصل جيفيرد فيرد، وهو زي ما بتقول مدموزيل هايدي، كل شيء ممكن. خلاص بقى، كفاية كلام في الشغل. اتفضلوا. المطاعم تتحرق! مستحيل! مشي؟ مشي ده اكتشافي أنا، فهمته وعرفته في مصر، وأول ما جه إسرائيل صممت إن هو يشتغل معايا. أنا اللي صممت. طبعا يا حبيبتي طبعا، ما احنا واحد. هشتغل معاك ليه بقى؟ تحبي تشرحي له انتي ولا بشرح له انا بعدين؟ بعدين. وانت شهادتك ايه يا مشرف؟ شهادة تجارة متوسطة، مش عارف في حاجة زيها هنا ولا لا. يعني ايه الشغل اللي ممكن يناسبك بالظبط؟ حضرتك عندك وظيفة ليه؟ يمكن. الشغل صعب قوي في اسرائيل في الفترة دي، خصوصا السنتين اللي فاتوا. عدد البطالة كترت والمهاجرين زادوا. باستثناء المزارع الجماعية، ما تشتغلش فيها ليه يا موشي؟ لا، موسى هيشتغل معايا وهنا. وهشتغل هنا ايه بقى؟ اشتغل أي حاجة تعجبك. عجيبة، في وسط البطالة دي كلها عندك عرض مفتوح. ظاهر إنك حالة خاصة قوي يا موشي. وشكله مش هيبقى عرض واحد، شكلها هتبقى عروض كتير. بقول إيه؟ ما تيجي ترقص معايا؟ ما بعرفش أرقص. أعلمك، تعالى. ما قال لك ما بيعرفش يرقص. وأنا قلت هعلمه. في الحالة دي أبقى أنا أول. ايه
ماشي؟ ايوه. انت عارفه بيفكرني بايه؟ ايه؟ بشباب هاير. انت جايب لي صور؟ فين اصل الوثائق دي؟ راجلنا قلب الدنيا هناك يا جنرال، ما لقاش غير الصور. انتوا فاشلين. اكيد الجريده مش هتنشر حاجه خلال الاسبوع ده، لان هي مش هتصدر من الاساس. لكن الوثائق لسه عندها. هنتصرف يا جنرال، هنتصرف. المشكله مش في النشر، المشكله الوثائق دي وصلت لايد هايدي ازاي. اكيد ايزاك. لا احنا اتخلصنا منه. ايوه بس هو كان عاوز يامن نفسه، سرق الوثائق عشان تبقى سيف على رقبتنا لو حاولنا ناذيه. مش عارفه في ايه ده اللي الكل مهتم بيه كده. مجرد مهاجر شرقي. بس عنده كاريزما من نوع خاص. على ايه؟ اقول لك، تعالى تعالى نرقص. مش هينفع على شيء. هنا مش هحس اني بشتغل. طب بس ولو ما ارتحتش؟ لو ما ارتحتش اقعد اطمن بنفسي، هدور لك على شغلانه تانية. ايه؟ قلت ايه؟ افكر. هننزل مع الشرطة. لا طبعا، النظام في سينا من الان لازم يتغير. احنا درسنا كده في لجنه الامن الاسبوع اللي فات. دي مش صفقه كبيره ولا حاجه، شويه دبابات ومدافع للمدافع. مهما تسمع وتشوف، ما تحاولش تبلغنا او تتصل بينا باي وسيله من الوسائل. نفترض عرفت معلومات خطيره جدا. مهما كان يا موسى، مهما كان. المرحله الاولى في اسرائيل الهدف الاول منها انك تمد جذورك جوه المجتمع الاسرائيلي. ثقة كل اللي فيه. على فكرة ممكن تتعرض لنوع من أنواع الخداع أو كمين عشان تعرف انتمائك الحقيقي. أشهر كمين من النوع ده إن تتعرض قدامك معلومات تبدو خطيرة جدا، فتسمعها فتبلغنا بيها فتتكشف. عشان كده الفترة الأولى إحنا بنسميها فترة النوم، يعني بتعامل فيها زيك زي أي مهاجر جديد، تنسى تماما إن أنت بتعمل لحسابك. بتبقى عملية صعبة جدا. عشان كده يا موسى لازم تفهم الهدف منها وتستوعبه وتقتنع بيه، ساعتها مش هتبقى صعبة أبدا. اتفقنا يا رشيد. يا حبيبي يا موسى، أنا عايزة أروح. ليه يا هايدي؟ دي الحفلة لسه في أولها. برضو عايزة أروح. زي ما أنت عاوزة حبيبتي، يلا بينا. أنا مبسوطة قوي يا موسى إننا هنفضل مع بعض على طول. أدين جاكوب، التحريات الخاصة أكدت إن كل شيء زي ما توقعت بالظبط. عرفتوا عنه كل حاجة؟ بالتأكيد أدون جابوك. كده يبقى مصيره اتحدد. الله 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 الله. معقول يا فؤاد؟ إحنا لما سمحنا ليعقوب يخرج بره كانت فكرة ممتازة. أيوة بس خد بالك، يعقوب ده بالسهل. أنا عارف. أنا وصلتني معلومات إنه بيحوم حوالين عمرو، بس الهدف مش واضح لحد دلوقتي. لا ما هو لازم الهدف يكون واضح. المصدر بتاعنا هناك لازم يبذل اقصى جهده عشان يعرف السبب في استهدافه. كدب يا مه، كدب. عمرو مستحيل يعمل كده. الواد وليد ده كدب طول عمره، ده ابن عمي وانا عارفه كويس. وبعدين لو نفترض حتى ان عمرو عمل كده، ولو ان انا شايفه ان ده مستحيل زي ما عصام بيقول، تفتكري يعني هيعمل كده من ورانا من غير ما يقول لحد خالص؟ لا يمكن طبعا. امال الوليد يعمل كده ليه؟ عشان يقلقك ويربكك ويطير النوم من عينيكي ويحاول يشيل حب عمرو من جواكي. بعد الشر. ايوه كده. لازم تتاكدي ان عمرو بيحبك وبيموت فيكي، ومش ممكن يبص لواحده تانية حتى لو كانت ملكه جمال. انا عارفه. شفت يا ابني الحب الحقيقي؟ مش الست سنيه بتاعتك دي. مالها سنيه؟ مفيش، رميت لي الدبله، ويا اما اقعد في اسكندريه يا اما مفيش جواز خالص. وانت ما حاولتش تعقلها؟ انا سمعت كلام عصام. سنيه لو بتحبني فعلا ما كانتش رابطه جوازنا بشرط زي ده، ولا اي شرط. الحب ملوش تمن غير الحب. حب وبس. عندك حق. بس وليد مش عايز يبطل يضايقني وانا مش عارفه اعمل ايه. وليد ده بقى خليه عليا. ما قال ايه تاني بس يا هايدي؟ الجريده كده هتتحجب كلها عن الظهور بعد اللي حصل الاسبوع اللي فات. انت عارفه خسائر المطبعه قربت من المليون شيكل، ودي خساره كبيره جدا. خلاص نطبع في مطبعه تانيه، المهم ما نوقفش. انت فاكراها حاجه سهله كده؟ اصدار جريده محتاج مبالغ كبيره جدا، وطبعا شركه التامين عمرها ما هتصرف التعويضات قبل التحقيقات ما تنتهي. ومين عارف بقى التحقيقات دي ممكن تنتهي امتى؟ طب ما ناخد قرض من البنك او لا؟ قرض من البنك لا هايدي. هو ايه الموضوع بالظبط؟ الموضوع اني فهمت الرساله واستوعبت الدرس كويس جدا. درس؟ ايوه، الدرس اللي ادهولنا لما حاولنا ننشر مستندات مهمه زي دي. قصدك ان حريق المطبعه كان رساله من الجنرال. النهارده المطبعه، بكره محدش عارف مين.
يمكن انا شخصيا. صور الوثائق فين؟ اختفت، وده ياكد اللي قلته لك. هايدي، الحكمه بتقول ان احنا لازم نتوقف قبل فوات الاوان. خلاص وقفوا انتوا، انا ليا طريق تاني. اهلا 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 يا موشي، اتفضل يا حبيبي اتفضل. جرايه، هو انا لازم استدعيك رسمي يعني علشان تيجي تزورني؟ يا ترى الاستدعاء بقى سببه ايه المره دي؟ انت مستعجل ولا ايه يا حبيبي؟ اصبر شويه وانت هتعرف كل حاجه. ازور بقى لحد امتى؟ شوف يا موشي يا حبيبي، انا بعمل عنك تحريات رسميه، بجمع عنك معلومات من ساعه لما وصلت هنا اسرائيل. ليه؟ القانون هنا كده، ومعرفتي القديمه الشخصيه بيك ملهاش اي معنى ولا مسمى. لازم نبدا من اول وجديد. علشان كده يا حبيبي احنا فتشنا الشنط اللي انت جيت بيها اسرائيل، فحصناها سنتي سنتي وبمنتهى الدقه. امتى ده؟ بكره هتتعلم كل حاجه. هنا هنعلمك كل حاجه يا موشي. هنا فين؟ ما هي دي المفاجاه اللي انا كنت شايلها لك. ايه رايك يا موشي؟ وليه لا؟ دي وظيفه اي حد في اسرائيل يتمناها. شرطه ايه يا رشيل؟ انا عارف نفسي ما ينفعش في الشغلانه دي. انت تنفع في اي حاجه بس لو حطيت دماغك فيها. بتهيالك بس عشان انت بتحبيني. ياه، طب ما انت واخد بالك اهو، ما ترحمني بقى. ما انا قلتلك يا ريتش. لا وحياتك ما تقوليش حكايه الاخوات دي تاني. وبعدين ايه ريتش دي؟ انا بحب اسمع رشيل منك انت بالذات. طب يا رشيل، احنا مش اتفقنا ان احنا نسيب الموضوع ده لوقته؟ وهو وقته ده مش هيجي ابدا. مين عارف يعني، ما فقدش الامل. قولي لي يا رشيل، ازاي قدرتي تعملي كل ده في الوقت القليل ده؟ بالفلوس اللي جبناها من مصر. فلوس ايه؟ فلوس كنا محوشينها انا ويعقوب، كنا عملنا بيها مشروع صغير كبر بسرعه، باتصالاته واتصالاتي لحد ما قدرت اشتري البار ده. يعني انتوا شركاء هنا؟ البار باسمي انا لوحدي، يعقوب ما يقدرش يبقى شريك في اي مشروع مال لان وظيفته بتمنعه من ده. يعني الاستثمار الصغير لما بدا باسمك انت؟ بالظبط. وممكن بعد كده يبقى باسمنا احنا الاثنين.